الأغنية دي على فكرة يا جماعة مهداة من الفنان تامر عاشور، وزي ما احنا شايفين كده الأغنية الحقيقة يعني معبرة عن عيد الشرطة وتضحيات رجال الشرطة، وبتفكرنا بحاجات كتير، وبتفكرنا الناس دي تعبت قد ايه، ودموع الأطفال اللي اتحرمت من أبائها قد ايه. كلامها يا جماعة بيلمس القلب، عارف تاتش كده بيلمس القلب. وعجبني قوي الحتة اللي بيقول فيها اللي يقف مع وطنه تكون أخرته جنة، واللي يقف ضد بلده تكون أخرته يا رب النار. حلوة قوي الكلمات دي. وعجبني قوي الجزء اللي بيقول فيه مصر في عيون جندك أمانة. ايه الحلاوة دي؟ اسمي بقى أشعر، ايه الجمال ده؟ هي فعلا أمانة، وفي عيونهم أمانة فعلا، مفيش أي خلاف في ده. وعجبني برضو إنه اللي قال إنه البطولة ليها شروط، مش أي حد يتقال عليه بطل يا جماعة، مش أي حد يتقال عليه بطل، ولا أي حد يتقال عليه راجل. اللي بيضحي عشان بلده هو البطل، اللي بيضحي عشان بلده هي دي الرجولة. وبيقول كمان انه بيفضل رمز في عيون كل مصري. طب ما هو طبعا النهاردة كل الشهداء هم رمز في عيوننا حقيقي، في عيون امه وفي عيون اولاده. هم مش شايفين انه ماتوا بس، لا، ده ضحى عشان بلده، ضحى عشان احنا، عشان البلد اللي هم عايشين فيها دي تعيش. اخر بقى جملة واحلى جملة سمعتها في الاغنية دي، ايه الجملة دي؟ كل بيت فيه شهيد حي عند الله أكيد، كل بيت فيه شهيد حي عند الله أكيد. دي الجملة دي لازم تتقال، الناس كلها تقولها على فكرة. واللي مش معانا في العيد معانا في الجنة، كل يوم عنده عيد. ولا كل من لبس البيادة، من اللي لاجل الحق راح، من اللي نال طلب الشهادة. انت اللي بايدك الاختيار، انت اللي بايدك القرار. السكة دي اخرتها جنة، السكة دي اخرتها نار. اختار هترسى في اي بر، يا بر خير يا بر شر، يا ذكرى يلعنها البشر، يا ذكرى حية للنهار. يا تعيشها رهن الإنسانية، راجل وقد المسؤولية، تبقى فائت الهوية ساقط في أول اختبار. مصر دايما.
انا ما بعيطش. احنا بنحتفل النهارده ولازم نكون سعداء وفخورين ببلدنا، بس تسلم ايدين اللي غنى، وتسلم ايدين اللي كتب، وتسلم ايدين اللي لحن، وتسلم ايدين اللي عمل المونتاج، وتسلم ايدين كل حد كان ليه صوابع وانامل لمست هذه الاغنيه.